عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، ولقاء جديد في برنامج بين الناس. اليوم بين الناس حابين ان احنا نشارك الناس افراحهم وزفافهم واعراسهم، عشان كذا توجهنا في محافظة اب الى منطقة مشورة اللي في يوم الخميس تحديدا بتزيد فيها اعداد الاعراس بشكل كبير جدا، وبيتجمعوا الناس من كل الفئات، سواء الاسر العريس اسر العريس او حتى الاسر العامة اللي يجوا لهنا علشان يشاركوا هذه الفرحة والابتسامة. الغريب في الموضوع واللي بنلاحظه دائما انه بعض الناس بينظر لبعض المهن بشكل مختلف جدا، مثل مهنة المزين بيسموها، او اللي يدق على البرع والطاسة او المزمار او ما شابه. مهن كثيرة كانت محتقرة في السابق، حاليا بدأت انها تخف نوعية النظرة او اختلاف النظرة لها، بسبب انه الظروف الحالية خلت كل الناس يشتغلوا وقصدهم من عمل. يا الله انه واحد يلاقي عمل وفرصة حياة وقوت عيش له لأفراد أسرته، فإنك انت تجي او انت تجي تحقر من شأن هذا الإنسان ما يحق لك، ما يحق لك تسيئله او تقول هذا من فئة الحلاقين او هذا فئة الجزارين او هذه فئة المزينين. هذه افكار كانت قديمة موجودة في السابق مرتبطة بالوضع الاجتماعي الخاص، لكن الان حاليا كثر الله خير كل انسان يخرج يشتغل بعرق جبينه ويعيش حياته ويحاول انه يتغلب على كافة الصعوبات والمعوقات. حنشوف اليوم نظرة الناس لمثل هذه الفئات وكيف بيتعاملوا معها، ونشوف كمان كيف اختلفت النظرة. يعني الآن وإحنا جايين من هنا زميلي شاكر وزميلي حمزة بيكلموني أنه زمان حتى الكوافيرات لما كانوا بيشتغلوا في عملية الشعر والتسريح وما شابه كان شيء غلط عندهم ومش كويس أو نظرة محتقرة لهم، لكن الآن أكثر النساء بدأوا يشتغلوا في مجال التجميل والكوافير عشان يثبتوا حالهم في هذا الزمان. لأجل هذا دعونا جميعا مع بعضنا نزيل مثل هذه العادات أو التقاليد أو الأفكار البالية، وعلينا أن ندرك دائما بأن الإنسان الذي يعمل بعرق جبينه هو ذلك الذي يستحق الشكر والتقدير أفضل من أن يخرج ويمد يديه للناس. لن أطيل عليكم ولنبدأ مع بعضنا أولى فقرة فكونوا معنا. حلقة اليوم إن شاء الله حتكون حلقة فرائحية، حبينا إن إحنا نشارك مثل ما أنتم شايفين في الخلفية أفراح الناس أعراسهم، وهنا في محافظة إب تحديدا في يوم الخميس بنلاقيهم يطلعوا إلى منطقة مشورة، هذه المنطقة اللي بيجسدوا فيها البراع الأغاني الزفات وأشياء كثيرة جدا، فحنكون مع بعض عشان نتعرف على عادات الزواج تقاليده المهور الأشياء الكثيرة والمختلفة اللي يمكن ما عندناش فكرة عليها، ونشوف إيش الفارق ما بين أيام زمان وأيام الآن. بس يا رب نحصل واحد شايب كده أو كبير في السن عشان يكلمنا إيش الأشياء اللي كانت فارقة عن بعض. فنروح مع بعض مع هذه اللقطات ومع أفراح عرسانا اليوم. طبعاً ثلاثة عرسان مسكناهم هنا الآن مع بعض، أو يمكن أربعة تقريباً، ما شاء الله كثروا العرسان، في ناس بيتزوجوا هذه الأيام، نشارك فرحتهم ونشوف تفاصيل أعراسهم. سلام الله عليك، كيف حالك؟ سلام الله، يا هلا. ياسر فيصل عبد المحسين أسم. ياسر ألف ألف مبروك يا ياسر. الله يبارك فيك يا حبيبي. نجم محمد سعيد عبد الله جعفر. ألف مبروك يا نجم. الله يبارك فيك. مهدي أمين مسلم. ألف مبروك يا مهدي. الله يبارك فيك. أنا عاد العريس الرابع، وين العرس الرابع؟ كيف حالك؟ الحمد لله. عبد الله محمد أحمد الحبيشي. ألف مبروك يا عبد الله. الله يبارك فيك. كلكم من إب. ليش لا تتزوجوا الخميس؟ لأن عادة الخميس مبروك، لأنه الخميس والجمعة عيد المسلمين، الخميس والجمعة مبروكات بالأسبوع. أنا أتزوج واحد يوم الاثنين ما ينفعش. إلا يوم الاثنين تمام. يوم الاثنين والثلاثاء. يوم الاثنين والرسول صلى الله عليه وسلم. ترفع الأعمال إلى الله. ومات في الاثنين وخلق آدم في الاثنين. واهلا وسهلا بكم. الله يحفظك، انا اشوف العرسان وارجع لك. يلا. اللي زوجتها قريبه منك ولا من الاهل ولا من خارج؟ لا من قريبه من الاهل. من الاهل. وانت عروستك من الاهل؟ قريبه من الاهل. من الاهل. انت الوحيد اللي خرجت عليها؟ من بيت الحمايدي. بيت الحمايدي. لا بس عروستك من الاهل ولا لا؟ انا مش من الاهل. مش من الاهل. الاغلب العرسان ياخذوه من الاهل. نعم. ليش ياخذ العرسان من الاهل اغلب شيء اغلب الزواج؟ لانه يقول لك من الاهل يعني افضل من الانسان يجي غير معك في الاهل اشكال.
طيب الآن كيف المهر ما بين زمان وما بين الآن؟ في فرق كبير بالمهور. مهور بسبب الغلاء هذا وسبب المشاكل وغلاء الأسعار وهذا رفعوا المهور. زمان كيف كانوا يتزوجوا؟ زمان كيف كان يتزوجوا؟ لما كم تدفعوا؟ أنا ب500 ريال. 500 ريال. 500 ريال لا الكيس. ولا ريال زايد. تطبخ وتعجن وتحرس الأرض وتزرع وتعمل هاي كلها. كل شيء وذبحنا وقدحنا ب500 ريال. والعروسة تعرف تزرع الأرض وتحرس وتطبخ. تحرث وتحطب وتطعن وتعمل كل شيء. حق هذه الأيام. حق هذه الأيام هاي داخل داخل. وكم يزوجون؟ كم المهور هنا؟ كم المهور؟ مهر أنا ما عاد يستطيعوا أكثر الناس أكثر الشباب ما تزوجوا. كم دفعت مهرك؟ مليون وخمس. مليون وخمس. وانت كم دفعت مهرك؟ مهر اللي دفعته للعروسة. هاي للعروسة 2 مليون. مليون وثلاث. مليون وخمس. 2.5. يعرفين يزرعين الأرض ولا لا؟ زمان كانوا يأخذوها لأن يزرعوا الأرض، يرعوا الأبقار، يزرعوا الأبقار، الأغنام، الفواجي، الدجان، كل شيء كان من البيت. ما كناش نشتري من السوق ولا حاجة. كل شيء من داخل، الغنم من داخل، القراش من داخل، السمن من داخل. كنا نجيب البهمي بريالين ونص ونأكل. طيب الأزياء، أنا شايفة في أزياء متشابهة أو أزياء مختلفة. يعني هنا معنا بنطلون، هنا معنا ثوب، هنا إيش تسموه؟ هذا اللبس صنعاني الله أعلم. أيوة، ليش أنت من حق صنعاء؟ لا أنا ليش لابس صنعاني؟ لبسنا هكذا. هكذا قمت لبسوك على طول؟ هكذا. مقتنع. طيب وانت لابسين ثوب، ليش لابسين أطول؟ على مزاجي. على مزاجك. على مزاجي، الشيء اللي يعجبني أسويه. أنا تبع البلاد. أنت ليش لابس بنطلون؟ أنا لابس بدلة قبل الغداء وبعد الغداء ثوب. بعد الغداء. يعني أنت معك بدلتين؟ قول بدلتين اثنتين. طيب الزينة والأشياء الجميلة هذه الآن أنتوا لابسينها بتعكس الفرحة. السيف وحرز، وحرز من كل المدينة. والعادات حقنا والتقاليد تحكم علينا ان احنا نعمل هذا الشيء، السيف والعزيب والجنبيه والبدله وال احنا هذا البدله هذا بيمرعوا لنا ما معه السيف. هذا ما مش معه سيف، نلبسه بعد الغداء ضروري. ما السيف لا بالبيت، بس نسينا اليوم. الله يعطيكم العافيه والف الف مبروك ان شاء الله وموفقين، يا رب تكون حياه هانيه وسعيده عليكم دائما. كيف انتي؟ الحمد لله. اسمك يا ماما؟ يارا. كيف حالك يا يارا؟ الحمد لله. يارا مين؟ يارا فؤاد. يارا فؤاد. وانت يا ماما اسمك؟ شاعل. وانت يا حبوب اسمك؟ حمودي. حمود. حمود. وانت؟ سعود. تعال تعالي هنا، تعالي تعالي تعالي. طيب كلمي، ايش جايين تسوي هنا في مشوار؟ ايش بتفعلوا؟ ضلنا نتمشى نلقى حق حلو ورايحة هنا بقناة ترفع على قناة السعيدة جنان. كيف تشوف الأجواء الآن؟ فرح وحلاوة وفرح وسرور. أنت من أب؟ من أب. أنا من أب. من وين من أب؟ من النزهة. طيب ليش الناس يطلعوا في مشورة يعني في يوم الخميس المشورة يطلعوا يحتفلوا بالعرس هنا؟ ليش يوم هي مشورة دي حلاء؟ هذه حق الأفراح والسرور وال. عادوا أيام المطر. أيام المطر حلوة جنان. صحيح. والله. يعني دائما فق الخميس، الخميس بتكون المنطقة كذا مزحومة. منطقة مزحومة. مزحومة ذي قناة على قناة السعيدة تطلع جنان. طيب إيش رأيك بالأفراح الآن، الأعراس الآن وعرس أيام زمان؟ لا حق الحن حلوة، أما أيام زمان ما كان شاكة. ليش؟ ما كان زمان هكا. ليش؟ ايش الفارق بين زمان والان؟ زمان ما كان بوش، كل شيء ما بوش، كان حق زمان ما بوش ولا حاجه. هذا دحين ايام حق دحين. طيب ما كانش كذا يغنوا يفرحوا يتبسطوا؟ يغنوا يفرحوا بالبيوت، ما يخرجوش بيوتهم بالبيوت، ما يتشاركوش مع الناس كثير. ما يخرجوش، او يمكن كانوا يتشاركوا الرجال بس النساء لا داخل البيوت. بالبيوت، اما يخرجوا على هذا ما أبداً. ولا يسمحوا لكم تخرجوا تشوفوا؟ ولا يسمحهم. طيب بالنسبة للمهر، كيف تشوف المهر ما بين زمان والآن؟ زمان كان رخيص، أما مدى الحين. من كم كان زمان يتزوج؟ كم كان يتزوجهم إلا كان إلا رخيص. يعني كم كانت تطلع أسعار المهر مثلاً؟ من كم كانوا يدفعوا؟ كانوا يدفعوا من زمان
الزبوك أنا بخمسة ألف. خمسة ألف ريال؟ هيا هات زوجة بخمسة ألف ريال. كم معك أولاد وبنات؟ دلحين معي سبعة. ما شاء الله ربت أولاده وبناته على خمسة ألف ريال. ها؟ والآن من كم يتزوجوا؟ معي دحين ما شاء الله ما شاء الله معي ثمانية، معي خمسة أولاد. كم الأولاد سبعة. كم مهور الأولاد لما تروحوا تزوجوا كم تدفعوا المهور حق الأولاد؟ من دحين غهم ملايين. وعادوا بالأخير لا تزرع ولا تحرس ولا؟ والله إني ملايين. طيب وإيش رأيك بالعرائس حق هذه الأيام البنات؟ والله حلا حلا رزقهن. الله يعطيك العافية إن شاء الله يسعدك بأولادك يا رب. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. إذا 5000 ريال كان مهر سابق للمرأة، أو أحيانا 1000 2500، اليوم ملايين، وأحيانا ما بيقدرش يتزوجوا. مع ذلك بنشوف برضو مجموعة من الآراء. ممكن نتكلم معك لو تكرمت؟ تفضل أنت. السلام عليكم، كيف حالك؟ الحمد لله. تعرفنا باسمك؟ تعال. عبد الحافظ الصبري. عبد الحافظ إيش بتسوي هنا؟ حركتنا والعائلة تمشي. كيف حالك؟ الحمد لله. زوجة الأستاذ عبد الحافظ. معكم أولاد؟ أيوه. اسمك يا ماما؟ أنوار. كيفك يا أنوار؟ الحمد لله. وأنت اسمك؟ زينب. زينب، إيش جاي لهنا لمشورة اليوم؟ طيب يوم الخميس تحديدا؟ المتنفس الوحيد في محافظة طيب في مدينة دياب مشورة، هي الريال المتنفس ما فيش غيرها. لا حدا. وبمناسبة الوضع اليوم خميس. طيب نظرتكم للأجواء الآن الفرائحية والفرح والأعراس والناس يطلعوا يتشاركوا أفراحهم هنا، كيف تشوف الأجواء؟ الأجواء فرحية، يعني تعيد لنفس هواها يعني هكذا. كيف تشوف الأعراس حق هذه الأيام؟ هل هي يعني مناسبة بالذات ناحية المهر من ناحية تجهيزات العروس؟ هي مش مناسبة، مكلفة زيادة. هنا في أب لما تتزوج العروسة كيف تكون أيامها؟ يوم أيش يوم أيش يوم أيش؟ يوم الغسل ويوم الذهب ويوم الفرح ويوم الخضاب ويوم يعني شوفوا غسل وفرح ويوم الذهب ويوم الحنة ويوم النقشة ويوم الشعر ويوم الرجل ويوم الزيادة. بروتوكولات بروتوكولات أعراس. طيب إذا إحنا شايفين كمجتمع إن الأيام هذه ما بتفرقش لأن النتيجة فرحة واحدة والموضوع كله مجرد خسارة، ليش عاد بنستعملها؟ ليش بنستخدمها؟ هي تعتبر مكلفة، وأنا أوجه نصيحة من هنا صفتي أب أيضا، إنه إلى الآباء يرفقوا بالأزواج يرفقوا بالعرسان. أنت مهرك كان غالي لما تزوجت؟ لا كان رخيص جدا، 200,000. 200,000 بس بتنتج لك يعني عائلة رائعة وأسرة وزوجة جميلة. كان الأول قدامك طبيب قرب لنا. ما شاء الله طبيب ما شاء الله. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. ما شاء الله، يعني العبرة مش في المهر ولا بكثرة العبرة بالتخفيف في جمع بين رأسين حتى تنتج أسرة. وانت ايش بتقولي للبنات اللي يوم الحنة ويوم الخضاب ويوم الزفة ويوم المدري ايش ويوم هي والله فرحتهن فرحة العمر يعني تتشجع من حقهن بس يعني تكون حاجة بسيطة مش ضروري يعني تاكل فرحة. ايش رأيك لو تأخذ فلوسها هي وزوجها ويسافروا ويروحوا يغيروا جو؟ أيوة. تعمل حفلة يوم يومين مش شرط مثلا اسبوع اسبوعين هذا يكون افضل، بس هن يحبن هذا يعني الظهور والكوشة والحاجات هذه يعني فرحة عمرهن. المرأة قبلت على حب الزينة على حب تزيون على كل شيء يؤدي للزينة، ما يهمش التكلفة حتى مليار. أيوة. مش الزينة الله يسعد رم إن شاء الله. في أفراح وهي بسيطة مش ضروري يعني يكون حاجة كل يعني في أفراح طويلة وهي يعني تكون مش مكلفة. صحيح. أهم حاجة الزفة والبنات والشلة وعلى هذا. صحيح صحيح. وإحنا نتمنى للكل التوفيق والسعادة والفرح، ونصيبكم تكملوا مع كتاكتكم الحلوين حياتكم. شكرا لكم. يلا. معنا عريس هنا. سلام الله عليك. السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. ايش اسمك؟ احمد. الف الف مبروك يا احمد. احمد عريس باين عليك الانتكه، بس ليش لابس بنفسجي؟ لابس بدله. ايوه بس ليش مش سوداء زي زملائك ولا ثوب؟ ليش بنفسجي؟ نفسي بدله. عاجبك اللون البنفسجي؟ ايوه. الله يفتح عليك. من وين انت يا احمد؟ من المورا. من وين؟ من ميتم. من ميتم. وطلعت هنا مشوره ليش؟ مشي. تمشي يفسحوك قبل ما تتزوج؟ ايوه. بعد الزواج ما عاد يتفسحوش خلاص؟ لا ما ابدا ابدا. ليش؟ ما معنى اللي يزعلوا تكتبوا كل يوم واحده بس؟ واحده بس. لا ان شاء الله تكون تاخذ زوجتك وتطلعوا تتفسحوا انت زوجتك مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. فرحانه اليوم؟ ايوه. كلمنا عن فرحتك. ها؟ كلمنا على فرحتك. الله فرحان. طيب المهر اللي دفعته كم؟ المهر المعرفي 500. 500 500 500 ألف. أيوة. كيف لهم خفضوا لك 500 ألف؟ لا 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 عددهم عددهم هذا حق على عادي سالي. ما كانش في وساطة ما كانش. لا الله يوفقك. حد زواج لبيت لحالك ولا لبيت الأهل؟ بيت لحالي. الله يوفقك إن شاء الله وألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا لك.
عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك؟ الله الحمد لله على كل حال. الله يحفظك. تعرفنا باسمك؟ عبد الله قاسم الصبري. عبد الله ايش تعمل هنا؟ والله هنا بس اسواق شاميه، طلعنا خرجنا من سوق الربع لهنا ولما نازلين دي بنات خدير. الله يوفقك ان شاء الله. ايش رايك بالاجواء الفرحيه الموجوده؟ والله الله يعينهم بافراحهم. يعينهم. انت متزوج ولا لا؟ انا والله توفت والان حصل وحده، ما حصلناش وحده على ما نشتي احنا. يعني توفت قلك تدور وحده ثانيه؟ لا لا لي هذه ثالث سنه. ثالث سنة ما حصلتش وحدة على ما بالنية. فرح تجلس 10 سنين بكي عليها. ما أصلح 10 سنين ملأ. معك أولاد وبنات؟ معي أولاد الحمد لله ومعهم أولاد بعدهم. أها يعني لازم. ما حصلت على النية تمام. ليش أنت إيش مواصفات العروسة اللي تشتيها؟ بيت ناس مؤدب محترم تمام. أيوة. موشي بناك عمل بنتك عملها كل يوم يعني تجي تكلمها وتشتل علي من راسك. أيوة. نشتي واحدة محترم بيت ناس. قال ليش نقزع على الوقت بيحترم. يعني الان كانك انت تعمل اعلان انك دور عروسه. يعني بالراحه. ما رقص راح الرقم صفقوا له يدور زواجه. يطلع. طيب. نطلع براحتنا. نطلع بالراحه ما حصلناش. الله يحفظك. اي خدمات. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. تعرفنا باسمك؟ فارس أحمد. فارس إيش تسوي هنا يا فارس؟ والله تبع العرسان. تبع العرسان. هذه شغلتك ومهنتك؟ مهنتي وشغلتي هذه. كم لك بتشتغل فيها يا فارس؟ من يوم أنا جاهل. من يوم جاهل والله. يعني كم كان عمرك؟ من يوم حد أنا من 10 سنين. من 10 سنوات. طيب ليش اخترت هذه المهنة؟ ليش؟ والله الفقر. الحرب الحرب. والحرب وال. بقول لك إن أول مرة بالمزمار ودحين رجعنا للطاسة. تعال تعال هنا تعال. أنت كيف حالك؟ الحمد لله. عرفنا اسمك؟ نجيب صالح شرقي. لأن يا نجيب من وين أنت يا نجيب؟ والله ساكن ورا محطة حليقة. يعني أنت من هنا من إب؟ من إب. أنت برضه إيش تشتغل يا نجيب؟ يعني مزمار وطاسة أبنجد. طيب أنا شايفة في فرق بالحجم صح ولا لا؟ هذه حجمها أكبر وأعرض. ليش ليش؟ هل تفرح في الصوت ولا؟ لا تمام هي كان نفس الصوت. كيف؟ نعم الصوت نفس الصوت. لا الصوت مختلف. هذه نحاس وهذه حديد. طيب في ناس ما يقدروش المهن احيانا ولا يقدروا عمل الرجل ولا يحسوا انها مهنه شريفه رغم انها مهنه جميله ورائعه ويجي يقول لك لا هذا بس اللي اختصاصه انه يدق على الطابله هذا اختصاصه انه مزمار. ايش شعوركم؟ ايش شعوركم؟ كل واحد على مزاجه. انت ركان الدمج ترك لو جزعنا انسان يعني شعبي من جزره شعبي. وهذه يشتغل بعرق جبينه انسان ينحط على الراس. الحمد لله الحمد لله. من عام 2002 وانا اشتغل بهذه الشغله. اللهم الله يمد يده ولا يسال الناس ولا هكذا طلبت الله. واحنا نفتخر فيكم لانه انتم بغض النظر يعني التمييزات احيانا العادات السيئه وهذا اللي انا حابه اكد عليها زي ما اكدنا عليها في افتتاحيه البرنامج انه قد ينظر لفئه معينه يقول لك هذول فئه المش عارف ايش هذول اللي يدقوا هذول اللي يزمروا هذول وهذا شيء خاطئ صح ولا لا؟ فاتحين بيوت وشقوا على أسر. ليش ما على الأسر والجهال؟ معي أربعة. أربعة جهال. أربعة جهال. وأنت كم معك؟ معي 9 جهال، 4 بنات وخمسة جهال. طيب أنا شو أسأل كيف بتدقوا عليها لما تدقوا سريع يعني؟ أنا لما يكون يدق كيف يدق بسرعة؟ كيف تدق بسرعة عليها؟ أيوة كيف يعني قد تكون متعودين ولا كيف؟ متعودين. أيوة. في عندكم دقات معينة مثلا؟ دقات معينة يعني المزمار دقات معينة الطاسة دقات معينة. هل لها أسماء معينة حقكم الدقات مثلا؟ دقة صنعاني وحارثية وخولانية وهمدانية وحاشدية وحرازية. ما بش دقة عبسية؟ لا ألفتها مش يعني للآن؟ مش ناوي تألفوا؟ لا نألف يعني بحق أنا يعني شعب الزبيدية هذيك يعني ندقي يعني من قدام عام 2002 واحنا بهذا المنتزه نشتغل. الله يفتح عليكم ويرزقكم. طيب انتم دائما تخرجوا مع بعض ولا كل واحد لحاله؟ كل واحد بيت لحاله كل واحد بيت المكالف ما الحمد لله
مصيونين وحنا نستغل. الله يعطيكم العافية وشيء نفخر فيه. طيب أنت معك مزمار ومعك طبل، كيف بتعمل ما بين المزمار والطبل؟ يا ابني عاد جاهل مقدم عام 2002 أطرحها تحت الشجرة هذه اللي جنب جاهل دحين يدوق يدوق بطاسة. يدوق بطاسة. أيوة أطرح الطاسة. وين المزمار حقك أنت؟ المزمار ده دحين سمعك صوت. تسمعنا صوت المزمار؟ سمعك صوت. وأنت ما تدق إلا بالطاسة بس. بالطاسة ومزمار. مزمار كمان بالاثنين. الناس يقبلوا أكثر على المزمار ولا على الطاسة؟ الناس يسمعوا أكثر المزمار ولا الطاسة؟ يلا ما دوروا قلنا بسمك. طيب انا اريد اسالكم كم بتصفى لكم في اليوم، كم بتدخلوا في اليوم او على حسب كم اليوم ولو شمس كل اغنيه كم لها مثلا كم كم هي القبيله يعني اذا زي ما دحين قبيله عندي 500 دو 1000 2000 3000 يعني كل واحد وقبيلته كل واحد وقبيلته. وانت بتشتغل معاه؟ ايش اسمك؟ اشتغل. اشتغل كم لك تشتغل بهذا المهنه؟ والله يا قليل مش كثير. بس كيف قدك تعرف تدق زيهم سريع ولا عاده؟ اذا ورينا كيف تدق بسرعه. كيف تعلمت الدقه السريعه؟ والله تعلمت درس انا لما طيب هم قالوا لي في عندهم الحارسي والصنعاني والحرازي والخولاني، ايش اكثر دقه انت يعني بارع فيها؟ اي دقه دقه ما انت كل حاجه اي دقه دقه كذا ورينا حارسي امسحوا اعملوا حارسي ها عيالك هذا تدخل على يده امسحوا جزيلا لك. احنا فخورين فيكم، العمل مش عيب. عادات الناس افكار الناس احيانا هذا يدق هذا مزين هذا، ما علينا من الناس، اهم شيء نشتغل بعرق جبينا. شكرا جزيلا. السلام عليكم. نشتي برعة شعبية. مالا السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ حياك. حياك. عبد محمد علي. ايش تعمل هنا؟ انا قاعد اسمع خبر انت تبع العريش تبع العريش لا ما تخابش انت لا انت ما تخابش ها لا انت تسمع خبر تبع العريش ما اسمع انت تجيت هنا عشان ترقص قبل انت لا لا تبع العريش تبع العريش تعرف ايش قلت بترع ايوه انت تعرف ايوه طيب في انواع معينه للرقصات هنا في محافظتنا ايش اسمها هنا مو ايش اسمها البرع 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 برع ها هندي امس عربي حارثي حارثي معنا برع همداني معنا برع خولاني معنا انواع البرع طيب ايش رايكم باللي يدقوا الطابل والمزمار ونظره الناس لهم ما احنا عندنا هنا ماشي مجين عندنا كلنا سوا سوا الا انها يعني يتم البرحة معنا جميعا في بعض الناس يحتقروا بعض المهن لا مش احتقار مهن الحلاقين المزينين التبالين اللي بيغنوا نحن ما نحتقر بأي إنسان كان يحلق أو يضرب طاسة يسموه مزين أيوة ليش؟ لأنه هذا الأول يطلع عندهم هكذا يقولوا أنه ناقص لكن ويعناكم شعوباً وقبائل تعرف صحيح ايش بتقول أنت للناس لكل الناس اللي بينظروا نظرتهم نقول إحنا سوا سوا لا فرق بين ابيض ولا اسود ولا يزر ولا كبير ولا صغير الا بالتقوى الا بالتقوى شكرا جزيلا لك موفقين يا رب موفق ان شاء الله واذا عم الأجواء الجميلة هنا في منطقة مشورة، الكل بيجي علشان يشارك فرح الناس، الكل بيجي عشان يشارك ابتساماتهم، ما فيش حد بعيد عن حد، ما فيش خلاف، ما فيش فوارق في الطبقات، ما فيش فوارق في الناس وطبيعة تفكيرهم وحياتهم. أنا شايفة هنا مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة تقريبا في مجال النظر، فخلونا نتخلى عندهم ونشوف ايش يعملوا. سلام الله عليكم. يا حيا كيف الحال؟ نحمد الله كيف بس وقفوا شوية عشان نتكلم معاكم كيف أن ترجع كذا شوية للأمام؟ أيوة
اسمك لو سمحت انت؟ الاسم صدام قاسم حسن محمد شمس الدين. لين يا صدام كيف حالك؟ الحمد لله. انت ايش اسمك لو سمحت؟ انا اخو هيثم قاسم شمس الدين. انت اخوه؟ ايش الدليل؟ طيب قدكم تشابهوا بالاسماء يعني اخوه. عجبني معهم اخوه ثالث. وين اخوه ثالث؟ وين خالد؟ تعالين يا خالد كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. خالد ايش جايين هنا تعملوا؟ شايفاكم رايحين مشوره وفي افراح وأعراس، ايش رايحين تفعلي خالد؟ يعني نغير جو دوره يعني نفرح مع الناس و... نعم ها جانا طبعا نشم هواء يعني جو تمام. جايين تشموا هواء والاعراس وافراح الناس تسمعوا للرقص والغناء صح؟ ايوه نعم. طيب ايش احلى حاجه هنا في اب من ناحيه الافراح يا خالد؟ الجو المناسب في اب يعني قد هو اول يعني شيء في حياتنا انه حلو. ايوه. طيب احلى حاجه تعجبكم في اعراس اب؟ العادات الوطنيه. اها ايش اكثر عادات موجوده في اب تعجبكم؟ البرع ولا الرقص الوطني وال كذلك الزياره لما يجتمعوا الناس في مجلس واحد يجبروا، هذا شيء ايجابي. طيب في واحد منكم مزوج انتو؟ نعم مزوج. يعني قد عشت اللحظات هذه وغنوا لك وابترعوا لك صح؟ الحمد لله يعني بقى سمره وفرح وسرور. يعني مش ناوي تثني؟ طيب اخوانك في حد منكم قد مرتبط خاطب حاجه زي كذا؟ لا ماشي. لا طيب يحب؟ طيب لا ماشي. ما في شوفوا انا فيني فضول قاتل يعني قبل يتدخل بالاشياء هذه. ما شاء الله حتى الان وانا شايفه سبحان الله البصر غير مهم بقدر ما هي البصيره، بدليل انه سبحان الله اعطي المايك لكل واحد من غير ما اقول باسمه غالبا بيعرف انه المايك توجه له وبيتكلم. هل 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 واجهتكم صعوبات معينه في حياتكم بسبب مثلا فقدان البصر؟ الصعوبات نعم عديده ولكن تغلبنا عليها. اكثر صعوبات كانت يعني بتاثر عليكم ايش؟ الصعوبات كانت في قلة الدعم المادي في أثناء الدراسة والتعليم. ما شاء الله درستم إيش؟ درسنا يعني الآن درسنا المرحلة الثانوية والابتدائية والجامعية وخلصنا لها. ما شاء الله خلصتم الجامعة؟ نعم خلصنا الجامعة هذه السنة الماضية 17-18. أنت إيش درست في الجامعة؟ أنا كلية الآداب قسم الدراسات الإسلامية. وأخوك إيش درست أنت؟ أنا بصدم قسم واحد. في قسم واحد. وأنت خالد درست من قبل؟ أنا درست تربية خاصة في كلية التربية في ريب. ما شاء الله عليكم الله يعطيكم العافية، يعني تغلبتم على المصاعب ودرستم. مين كان بيساعدكم في دراستكم من الأهل؟ مين بيدعمكم من الأهل؟ طبعا من الأهل يعني ما فيش أي مساعدة من الأهل، لأن احنا طبعا عشنا في سكن بعيد عن الأهل. كان السكن عندنا في المدينة القديمة وكانوا الأهل في القرية تقريبا. في دار هناك خاص مخصص لكم؟ أيوة هو تبع الأوقاف دار الحزر. كان يعني احنا سكننا فيه منذ الطفولة، يعني منذ المرحلة الدراسية الأساسية وانا في صف ثاني ابتدائي. بعيدين عن الأهل من وانتم في الطفولة معقولة؟ ايوه نعم يعني لكن نبي نفعل زيارات في العطل يعني في العطل في الأعياد كنا نفعل زيارات ونرجع نعود، يعني بداية الدراسة بداية الفصل الدراسي او نهايته كنا نعود يعني الثلاثة انتم يا خالد كنتم هنا؟ نحن أربعة وليس ثلاثة لأن خمسة بكفوهم واخوان اخت دي كيف هنا أربعة ذكور وبنت. وعد في معكم أخوان آخرين أو لا أو كلكم؟ أخ سليم وثلاث بنات سليمات. وأنا شايفكم سليمين صراحة، يكفينا والله العظيم أتكلم معكم ما شاء الله زي ما قلت أوجه المايك، بس كيف بتكتشفوني عن طريق نبرة الصوت صح؟ ايوه عندما تتجهي نحونا احيانا الصوت احيانا ذرات الهواء صحيح؟ اتجاه الصوت اتجاه الصوت يحدد المسار للكفيف، يعني متعودين على اغلب الاشياء على الصوت صحيح. طيب الان بتشتغلوا او ايش بتفعلوا او ايش قررتم في حياتكم؟ الان يعني صار كملنا شهاده البكالوريوس من الجامعات والان فاضيين، ما فيش اي حته فرصه عمل، يعني ما فيش حته نقتل اوقاتنا الان، احنا الان نعاني من الفراغ يعني خلاص. كيف حالك؟ الحمد لله. انت اللي تخرج معهم يا يوسف؟ نعم. وتخرجهم وتغير لهم جو وكذا وتروح معهم؟ ايوه الحمد لله. ايش رايك اذا انه فعلا زي هؤلاء الشباب الكفاءات كفاءات فعلا نقولها كفاءات ودرسوا وتخلصوا الجامعه وتفوقوا فيها، ليش مثلا الجهات المعنيه ذات الاختصاص ما بتهتم فيهم تعطيهم فرص عمل معينه؟ والله هذا غياب الوعي، غياب الوعي بالمجتمع وغياب هذا، وهذا هم السبب في عمليتي الدراسيه ومواصلتي العمليه الدراسيه. هم نعم
كيف هم السبب؟ والآن يقولوا أنهم هم السبب اللي خلوهم يدرسوا وأنه خلوه يكمل دراسته، كيف؟ أنا وقفت العملية الدراسية بالبلاد، انطلقت لهنا لمحافظة إب، ظليت هنا، كان شرط أننا أستمر معهم، قالوا يتواصل عمليتك الدراسية. هم اللي اشترطوا عليك؟ نعم. والله ما لكم شيء يا شباب. بفضل الله الآن أنا مستوى ثالث دراسات إسلامية بعدهم. فعلاً هو كان الشخص الوحيد الذي يعيننا في تسجيل الملازم إلى ذواكر وإلى تلفونات وإلى إمبثريات عشان نستمع إلى الملازم. يعني ما كانش عندكم طريقة معينة للطرق الخاصة بالكفيفين مثلاً في التعليم؟ طريقة برايل. هيك أنا يعني تعلمنا من الصف الأول حتى الصف السادس الابتدائي. أيوة. ومن ثم يعني دخلنا بالدمج حتى كملنا التعليم الثانوي. أيوة. ويوسف يعني كان يساعدنا بالمناهج الجامعي بالتلخيص وتسجيل الملازم والمحاضرات. أيوة. طيب خالد معلش ولو سؤال شخصي، أولادك سليمين أو في منهم؟ الحمد لله سليمين. الحمد لله. طيب أنتوا السبب يعني وراثة مثلا من الأهل أو في كان شيء؟ قد ربما وراثة، لأن الأب الوالد والوالدة أعيا العم، وقد ربما يميل إلى هذا التقارب. نعم. لكن سبحان الله البصيرة اللي عندكم تغني عن أشياء كثيرة. أنا عن نفسي شخصيا لو كانت لي بصيرة مثل بصيرة الناس الفاهمين والواعيين مثلكم أفتخر فيها وأحطكم تاج على الرأس. يعطيكم العافية. طبعا ما شاء الله رغم هذا أول شيء. طبعا ما شاء الله اسمك عمر الكثيري. حياك الله. طبعا زملائي من المدينة ونخرج دائما معهم نعمل لهم يغيروا جو. طبعا رغم فقدان من البصر لكن العزيمة والإصرار ما شاء الله موجود عندهم، ورغم ما شاء الله بعد خلصت تكميلهم الدراسة الجامعية اثنين منهم حافظين المصحف عن ظهر غيب. ما شاء الله. مين اللي حافظ المصحف منهم؟ صدام وهيثم. ما شاء الله عليكم، الله يعطيكم العافية يا رب. ما شاء الله واحد حافظ خمسة أجزاء ومعهم الأخ الرابع الآن بالسكن اللي يجهز أمورهم، وما شاء الله أسرة متعاونين كل واحد يكمل الآخر. وإحنا بدورنا كمان بنوجه رسالة لكل الجهات المعنية إنه مثل هؤلاء الشباب قادرين على الإنتاج قادرين على العمل. أنا عارفة إنه في ناس كثير مش لاقين عمل هذه الأيام، لكن أصحاب الاحتياجات الخاصة يعني بيكون وضعهم مختلف تماما، خصوصا لو كانوا شباب راقيين مثل هيثم ويوسف وخالد. صح؟ خالد ويوسف. صدام صدام. ربنا يوفقكم إن شاء الله وأسيبكم تروحوا تستمتعوا بأجواء الزفاف في منطقة مشوار هنا في محافظة إب، وأراكم على خير إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. إذن انتظرونا فما زال لدينا الكثير. كيف الحال؟ نحمد الله ونشكره. تعرفنا باسمك؟ علي ناجي مشرح. حياك الله، كيف حالك؟ الله يسلمك. معك. وانتي؟ نقول علي ناجي مشرح. بنتو يعني. وانتي؟ أهود علي ناجي مشرح. حيا بك. وانتي؟ سميرة علي أحمد مشرح. ليش انت اسمك مختلف مش بنتو؟ لا. ما شاء الله عليك. وانتي؟ زهور علي ناجي مشرح. حيا بك الله. وانتو يا حلوين تعالوا هنا تعالوا هنا. تعالوا عرفونا باسمكم. أصيل علي ناجي مشرح. وانتو؟ محمد علي ناجي مشرح. طيب إيش جايين تسووا هنا؟ جايين نتمشي في يوم الخميس هذا. نتمشي ونقلب جو مع الله. أيوة. يجيب العافية. الكتكوت الحلوة دي ما شاء الله عليها. بسم الله. بنت فهد ابني. بنت فهد اسمها علين. علين علين. أيوة. مش راح تغيرها مايا مثلا؟ لا عادي. الله يحفظكم يا رب. كيف تشوفي الأجواء الفرائحية هنا في منطقة الفرح؟ والله تمام والله، كلهم الناس يجيونا يتفرجوا على الأفراح. بكل خميس نجي لهنا. ليش الناس يحتفلوا هنا في الخميس؟ يعني هو الخميس صحيح انه يوم معروف للكل، بس بقيه الايام الاثنين والثلاثاء الاربعاء ما نلاقيش اعراس، لانه الا الاحد والخميس يجوا لهنا العرس. ايوه. طيب انتوا تقربوا لبعض انت وزوجتك؟ نعم. شلون؟ كنت بقول لك كيف اخترتها وكيف تعرفت عليها، مدخل بالتفاصيل هذه. أسرة واحدة. حبيتوا بعض ولا لا؟ احكي لنا احكي لنا، اول ما تقدم لي كم كان مهري؟ 70,000. 70,000 وزمان 70,000 كان قيعد لل 70,000 قيمة. نعم كان كثير. كنت حملته حبة وربع سيارة، حبة وربع مقاضي ب650 ريال. اها. وايش اشتريت من المقاضي ذيك الايام تتذكر؟ السكر والبر والملح وكل حاجة كله بالكمية. هذا لما رحت تخطبها ولا لما تزوجتها؟ لا بعد الزواج بشهرين. لما رحت تخطبها ايش جبت لهم هدية؟ جبت لهم رضيع وجبت يعني عاقات وجبت كل شيء. عاقل هي معترضة؟ لا مش راضي. عاقل
ايش كان شعورك انت فرحانه؟ لا ماني ما نكش فرحانه، عنك صغيره ومكبكي ماشي الزواج. كنت ماشيش الزواج. هي تعالي 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 هي تعالي. ليش كنت ماشي الزواج؟ كم كان عمري؟ عمري 15 سنه. وايش رايك يعني الان بزواج الصغيرات؟ يعني زواج الصغيرات مش تمام. بناتي كيف ناوي تزوجيهم صغار ولا لا؟ لا كذا خلاص. طيب دور الزوج 18. هل الزوج دور انه يحتوي زوجته اذا كانت صغيره راضيه يدللها زي ما يقول؟ هذا السؤال له. هذا السؤال له. ما له نساله ورجع اسالك بعدين اشوف كيف كانت، كيف كان تعامله؟ يعني كم فارق السن كان في بينك وبينها؟ كبير ولا انت كمان صغير برضه؟ كان مش كثير، بس انه كان الفتره الاولى ما كانش لها اي معنى بالبدايه، وبعدين فيما بعد من دور الزوج انه يحتوي زوجته. نعم. انه يوقف معاها، انه يتفهمها. نعم. اذا كانت صغيره. نعم نعم نعم. هذا هو الكلام الصح. تعالي شدي، هو قال كذا، انت تقولي صح ولا لا؟ يعني اصلا هو جلس كان يقول له 5 شهور وسافر السعوديه ورجعت عند امي. رجعت عند امك؟ قال جلست عند امك سنتين. سنتين ورجع قديك خبيره خلاص قد كذا. بعدين بدات تشتاقي له بالسعوديه. رجع وقمعي ابوه البنيات. ما شاء الله، الله يعطيك العافيه. كم انتم اولاد وبنات؟ 6 عيال و3 بنات. مين منكم الكبيرة؟ انت الكبيرة حقهم؟ ايوه. تدرسوا ايش تعملوا انتوا؟ خلصت الثانوية ودخلت دبلوم سكرتارية. ما شاء الله عليك. والان يعني مرتبطة. يعني مرتبطة؟ مرتبطة بايش؟ حالي متزوجة. اشوفوا مرتبطة بايش عمل. يعني تزوجتي قبل كم تزوجتي؟ سنة، سنة وشوي. ايوه. كيف تشوف الوحدة لما تتزوج قد واعية وفاهمة وكملت دراستها؟ يعني الحياة بشكل عام تتغير حياتها. صحيح. وتحس بالمسؤولية، تحس يعني اني قدي. انت جاية تتفسحين مع اهلك، زوجك وينه؟ زوجي مش هنا. جايتي بالقرية وقلت تمشي. كنت يعني هذا اليوم بيتنا. يعني هذا اليوم بيتنا. ايوه. وانتوا مرتبطات ولا عادي؟ مخطوبة. انت مخطوبة للاهل ولا لحد خارج؟ لا خارج. خارج. وانت؟ انا ان شاء الله كمل. ابو خبر. ما ابو خبر. لا انا عاد انا كمل دراسه. طيب والحلوين انتوا تدرسوا ولا ايش؟ انت صف كم؟ 7. الاثنين 7. الله يوفقكم ان شاء الله يا رب. طيب احنا اذا سعداء ان احنا شفناكم اليوم ونسيبكم ان شاء الله كذا تتفسحوا بالاجواء الجميله هذه يا رب. فرصه سعيده ان شاء الله. يعطيكم العافيه. في امان. حلقة اليوم انتهت، كانت حلقة جميلة جدا ورائعة، انبسطنا فيها كثيرا، شفنا مجال الناس وفرحهم ومشاركة الأفراح والمسرات مع كل الناس، وعلى أمل أن نلقاكم بإذن الله في الأسبوع المقبل في مثل هذا الوقت والزمان. نترككم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.